لأن نحن في شهر رمضان الأبرار بسبب احتفاء ذكرى 54 لليلة 29 فبراير التي ارتأت جمعية ملتقى إيزوران نوكادير أن تنظم دوري إيزوران، وهذه الدورة الثالثة احتفاء وتخليدا لأرواح شهداء الأطفال شهداء زلزال 29 فبراير. إذن هذه الدورة الثالثة تحمل اسم كأس المشمول برحمة الله الحاج الطيب النابلسي. لماذا الطيب النابلسي؟ لأنه توفاته المنية هذه السنة، يعني سنة 2013، وهذا هذه الشخصية وهذا الرجل رجل مقدام على اعتبار أنه من أبناء مدينة أكادير ولاعب كروي، هذا هو الأهم في هذا الدوري على اعتبار أنه يتوفر على 8 فرق تحمل اسم الأحياء التي كانت موجودة بمدينة أكادير قبل الزلزال. إذن 8 فرق مقسمة إلى مجموعتين، مجموعة تضم فرق كإحشاش، تالبرج، البطوار وأنزا، وأخرى تضم فونتي، الخيام، المدينة الجديدة وأكادير وفلا. إذن أريد أن أؤكد هنا بأن الأطفال المشاركين في هذه الدوريات وبهذه الأسماء لا ينتمون يعني بالبت والمطلق إلى هذه الأحياء، بقدر ما أن هذه الأسماء هي تخليد لتلك الأحياء التي عرفتها مدينة أكادير قبل الزلزال. إذن الدوري بدأ يوم 15 يوليو 2013، وإلى يومنا هذا نحن في طور الإقصائيات، آخر إقصائيات لهذا اليوم الذي يجمع ما بين فريق المدينة أكادير وفلا وفريق إحشاش. الطور الأول أو الشوط الأول انتهى بفوز بأربعة أهداف لصفر لصالح فريق إحشاش. إذن هذا التباري تم من خلال تسجيل ما يقارب 59 هدف. إذن 59 هدف وسجلنا من خلاله أحسن خط هجوم لفريق فونتي، وكذا أحسن خط دفاع لفريق فونتي كذلك بهدفين. إذن هذا الطور أو هذا التباري من خلال الأشواط قدم لنا تأهيل فريق أنزا، فريق فونتي، فريق إحشاش وفريق البطوار. إذن أربع فرق هي التي ستكون في نصف النهائيات ثم النهائيات إن شاء الله. شكراً سيريس.